والسلام عليكم. نبدأ مع بعض النهاردة المحاضرة إن شاء الله الخامسة، واللي هي كنا واقفين عند هيدروجين لايك أتوم، يعني حاجات في أتوم، وهنا أيونز الحقيقة بتبقى شبيهة بالهيدروجين، يعني شبيهة يعني في إلكترون واحد في المدار الخارجي. ده أول المحاضرة بتاعتنا اللي احنا كنا واقفين عندها. طبعا الامتحان إن شاء الله هيبقى في الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها في الرسالة اللي على الجروب. هنا الحاجات، لو أنا عندي هيليوم أتوم وأخذنا منها إلكترون، خرج إلكترون، بيتفضل عندي هيليوم أيونز، هيليوم أيون، يبقى نخلي بالنا من الأسماء. سنجل أيونايز يعني لأن خدت إلكترون واحد. الليثيوم طبعا الزد هنا في الهيليوم زد تساوي 2، الليثيوم زد 3، خدت 2 الكترون وفضل الكترون واحد في المدار الخارجي، دبل ايونايزد ليثيوم. هنا البريليوم الزد 4، خدت 3 الكترون بره وفضل الكترون واحد في المدار الخارجي، فبقول دول عليهم هيدروجين لايك اتوم. والسبكترم بيبقى شبيه شويه، هنشوف بالسبكترم بتاع الهيدروجين. فانا طالبه بقى، كنا مدياكم مثال اللي هو في صفحه 68 على الكورس. الكورس على فكره مصوره كله الباوربوينت وبعت لكم اللينك بتاعه. فمثال عليه، اول حاجه بعملها بشوف عشان طبعا هحل معاكم الهيليوم وهتعملوا انتوا الليثيوم ايون، علشان احنا بعد كده في الترم الثاني ان شاء الله هناخد هيليوم اتوم وليثيوم اتوم. فدلوقتي هناخد الهيليوم ايون سنجل ايونايز دي هيك. هجيب يعني عشان اعمل السبكترم بتاع الهيليوم او الليثيوم ايون، اول حاجه بعملها بطلع الانرجي ليفلز. فانا هحط الصوره بتاعه الانرجي بتاعه الهيدروجين بالصوره اتفقنا عليها، يعني سواء كلها حسبناها طلعت 13.6 اللي هي ام تربيع زد تربيع، طبعا الزد في الهيدروجين بواحد، ام تربيع كي تربيع زد تربيع اي اس 4 تقريبا المعادله يعني بتاعه الاي بتاعه الانرجي على 2 ان تربيع اتش بار تربيع. فالثوابت كلها لما بحسبها بس بالالكترون فولت، خلي بالنا من الوحدات، بتطلع 13.6 الكترون فولت. بخلي الحاجه اللي بتتغير اللي هي ان في المقام وعندي زد تربيع فوق. الصوره اللي قلت لكم نحطها صوره، ونفس الكلام للار اللي هو نصف القطر لأي مدار، ار ان هنا يعني لأي مدار، ان 1 2 3 ونفس الكلام الاي ان يعني لأي مدار ان 1 2 3 لغاية ما لا نهاية. الار برضه ممكن احطها بالمعادلة بالصورة العامة، اي نوت طبعا الاي ان تربيع فوق على الزد بس مش زد تربيع، لو رجعنا للمعادلة بتاعت ار. اي نوت سميتها بوهر راديوس، قلت لكم هاتوا القيمة بتاعته عدديا وريت تكونوا حسبتوها. بقول ان هي نص انجستروم، لو حسبتوها بقول 5.3 انجستروم الار. هنا برضه عشان اقارن بين الاي ان للهيليوم بقى ايون مع الهيدروجين او الليثيوم، فانا همشي معاكم كده بالهيليوم ايون وانتوا تكملوا للليثيوم. طبعا كل اللي هعمله في المعادله بحط الزد هنا ب2 للهيليوم، وعايزه اجيب ار 1 للهيليوم ايون، هتبقى ايونوت في 1 ان تساوي 1 على 2 الزد، واي 1 طالعه لو عوضت بالقيم دي طالعه. طبعا القيم المعادلات لازم انتوا تحسبوها بايديكم علشان ما احفظش. اي 1 طالعه ناقص 54.4 الكترون فولت. همشي بالحساب، يعني هو ده اللي مكتوب عندكم في المحاضره بس، لكن انا هكمل الحساب، هكملها واعملها، يعني انا مش هكتفي باي 1 بس عشان اشوف الاسبكتر. اول حاجه برسم مستويات الطاقه، مستويات الطاقه يعني اجيب اي 1 اي 2 اي 3. فانا جبت اي 1 للهيليوم طلع كام؟ زي ما قلنا ناقص 54.4 الكترون فولت. عايزه اجيب اي 2 للهيليوم، ده كل اللي هعمله هتبقى زد ب 2 يعني على زد تربيع تبقى على 4. هقسم 54.4 على 4 بالناقص تساوي ناقص 13.6. اي 3 تبقى الان تربيع اصبحت 9. اي 4 ان تربيع 16. اي 5
25 ايه 36 وهكذا. انا اللي جبته دلوقتي وانتوا بتحلوا، انا الكلام بقوله لكم انتوا تحلوها بايديكم. جبت اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 للهيليوم ايكون. طلع القيم اللي انا قلت لكم عليها دي، يعني ناقص 13.6 في 4 اللي هي اي 1 للهيليوم ناقص 54، قسم على 4 تطلع اي 2، قسم على 9 اي 3 و4 وهكذا. ناقص 3.4 ناقص 1. أول ملاحظة طبعا أنا برسم، أول ملاحظة القيم بتاعتي ناقص 13.6 دي على طول لازم نعملها تنازل اي 1 للهيدروجين، واي 4 اهي ناقص 3.4 تنازل 2 للهيدروجين وهكذا، اي 6 تنازل اي 3 للهيدروجين. فأنا لو رسمت، أنا هقول لكم هنا يعني نجيب هنا القيم بتاعه الانرجي ليفل، بيبقى برسم مستويات الانرجي ليفل، طبعا بعمل مقارنه بينها وبين الهيدروجين اتوم، فارسم الهيدروجين مستويات الطاقه بتاعتها وارسم مستويات الطاقه بتاعه الهيليوم ايون. القيم اللي قصاد بعض تبقى قصاد بعض، يعني عندي اتنين في الهيليوم ايون قصاد اي واحد، فارسمها خط قصادها لانها نفس القيمه. بعدين اي 3 ناقص 6.4 هتبقى فوقيها طبعا اكبر من ناقص 6.4 اكبر من ناقص 13.6. من اي 4 للهيليوم ناقص 3.4 تنازل بالظبط اي 2 للهيدروجين، ارسمها قصادها، يعني ارسم الانرجي ليفل بتاع الهيدروجين وجنبها الانرجي ليفل بتاع الهيليوم ايون. دي قصاد دي لنفس القيمه، طلع نفس القيمه. بعدين اي 5 ناقص 2.8 في الهيليوم ملهاش نظير في الهيدروجين، لكن اي 6 في الهيليوم ناقص 1.5 تنازل اي 3، ارسمها بالظبط قصاد اي 3 في الهيدروجين. رسمت مستويات الطاقه هنا ومستويات الطاقه هنا. هجيب السبكترا بتاعي، السبكترا الانتقالات اللي هتديني الويفلينس، يعني انا في الهيدروجين بجيب ليمان سيريز وبالمر سيريز وهكذا. ليمان 2 لواحد، بالمر من 3 ل 2، اتفقنا مع بعض الخط بتاع 3 ل 2 في الهيدروجين بسميه اتش الفا، اللي هو اول خط في بالمر سيريز بسميه اتش الفا. ينظره في الهيليوم الانتقال من كام؟ الرسمه قدامي، خلاص الرسمه قدامي فبحكم عليها. ينظروا اهو من 6 ل 4، لما رسمت الاثنين مع بعض وتحطوا الرسمه، الاتش الفا في الهيدروجين تناظر الانتقال من 6 ل 4 في الهيليوم بسمها بيكرينج سيريز، ده دي بالمر سيريز من 3 ل 2 اسمها بالمر سيريز في الهيدروجين. في الهيليوم ايون اسمها بيكرينج سيريز، انتقال من 6 ل 4 في الرسمه انا قصادي، لكن نظري لازم احسبها. في الرسمه باينه لي من 6 ل 4 تناظر بالظبط لان نفس القيم، يعني لما اطرح القيمه الانرجي 1.5 من 3.4 نفسها 1.5 من 3.4 نفس القيمه، ما فيش فرق. فيبقى نفس الطول الموجي هنا يساوي نفس الطول الموجي هنا. ملاحظه ده الكلام اللي انا هشوفه من 2 ل 1 تناظر من 4 ل 2، انا في الرسمه بحكم بعناية من الرسم. طب انا هدي مثال هنا ومديها لكم، هتلاقوها في برضه في الكورس على الباوربوينت صفحه 68. بقول يوزنج كوهر ثيوري فور اتوميك سبيكترا فايند ذا ريليشن ويتش جيفز ذا سبيكترم اوف هيليوم ايون then compare with hydrogen atom. ده اللي قلته لكم في الكلام اللي قبل كده، ده الكلام اللي قلناه دلوقتي، ده الجزء ده. هو بيقول بقيه السؤال ايه بقى؟ بيقول بيكرينج سيريز ان هيليوم، ده انا قلتها لكم اللي هي من 6 ل 4، ان هيليوم ايون كورسبوند تناظر البالمر سيريز ان هيدروجين سبيكتر، ناظرها في الانتقالات في البالمر سيريز في الهيدروجين. ديديوس the transition levels in helium ion that correspond to الهيدروجين في الالفا في الهيدروجين في الهيدروجين.
زي ما قلت لكم بالرسم حسب من عينيا في الرسم حسبت الكورسبوند ده الاتش الفا في الهايزر من 3-2 يناظرها من 6-4 بعناية نظري ما جبتش حاجه لكن انا هشوفها دلوقتي ازاي اجيبها بالحل نظريا من غير ما تكون رسمه قدامي لكن الرسمه قدامي بتحكم لي ومن غير ما اعمل حل ولا حل الرسمه شايفه انا من 3-2 الانتقال في الهايزر تناظر من 6-4 في الهيليا. وبعدين بيقول لي ايه كالكوليت ذا ديفرنس ان ذا ويف لينسز في الحاجتين يعني اتش الفا هنا الويف لينس كام والاتش الفا في الهيليوم ايون كام وعايز فرق. ادام فرق اذا فرق منين اذا كانت نفس القيمه على طول اجيب هشوف انا الفرق هنا هو فيه ايه الاختلاف في الهيدروجين والهيليوم. الهيليوم ايون زد 2 والهيدروجين زد تساوي 1 فعلى طول هرجع الاختلاف هنا في الكتله بتاعت النيوكليوس ماس كتله النواه. طبعا كتله النواه في الهيليوم زد تساوي 2 يعني في ايه 2 بروتون ومعاهم 2 نيوترون. النيوترون ما فيش شحنه فالزد بتاعت البروتون 2 بنمزج الزد 2 بتاعت الالكترون بتوع الهيليوم. فالنواة لسه بتاعت الهيليوم زي ما هي نواة الهيليوم هنا 2 بروتون و2 الكترون و2 نيوترون. احنا تعرضنا للموضوع ده وقلته لكم في راذرفورد اكسبيرمنت قلنا الالفا بارتكلز الكتلة بتاعتها عبارة عن كتلة نواة الهيليوم. كتلة نواة الهيليوم عبارة عن 2 بروتون و2 نيوترون. البروتون والنيوترون لهم نفس الكتلة وكتلة البروتون تساوي 1836 مرة من كتلة الإلكترون يعني كتلة نواة الهيليوم 4 في 1836 من ME من كتلة الإلكترون. فهنا الاختلاف في الكتلة هو اللي هيديني الاختلاف. ادام قال لي في فايند الديفرنس الديفرنس مش هيجي الا اذا اعتبرت كتلة نواة لانه الصورة والكلام عندي لغاية دلوقتي الانتقال من هنا هو بالظبط الانتقال من هنا. دخلت كتلة النواة في الاعتبارات هتديني اطوال موجية مختلفة من هنا وهنا. انا عشان طبعا في الاختلاف من الرسم زي ما قلت لها هنا بالنسبة للخط اتش الفا في الهيدروجين النيو بار احنا اتفقنا نيو بار اللي هو 1 على لندا للاتش احنا عاملينها في الثلاث وفي البارمر والديمر كله قبل كده للخط اتش الفا اللي هي من 3-2 بتساوي ار انفينيتي. واتفقنا ار انفينيتي يعني ايه؟ يعني قيمه ثابت رايت بيرج لما اكون واخده كتله النواه انفينيتي يعني ما فيش حركه يعني ثابته النواه ثابته والالكترون هو اللي بيلف حواليها. في 1 على 2 تربيع ناقص 1 على 3 تربيع بتساوي ار انفينيتي 1 على 4 ناقص 1 على 9. تعالى بالنسبه للايون الهيليوم زد تساوي 2 يعني انا عايزه الشكل اللي انا شايفاه عايزه بقى اعرف بقى الاثنين تربيع انا شفتها من الرسم تناظر الان اف الفاينل بتاعه الان في الهيليوم كام. انا زد 2 يعني زد تربيع 4 يعني عايزه النيو بار للهيليوم سو انفينيتي في 4 وعايزه تديني نفس القيمه يعني عايزه هنا زد احط 4 وفي نفس الوقت تديني لسه انا ما دخلتش كتلة النواة في الاعتبار عايزة تديني نفس القيمة هنا فحط ار انفينيتي في 4 ادام ضربت في 4 عايزاه يبقى في 4 على 4 راح تديني نفس القيمة ما عملتش حاجة. الاربعة في البسط عايزاها لان زد تساوي 2 على 4 ادخلها جوه في الاتنين دي الاربعة هنا ادخل لها 4 من تحت يبقى 4 في 4 ب16 يبقى ار انفينيتي في زد تربيع 4 في 1 على 4 اللي في المقام دخلتها جوه يبقى ال 4 في 4 ب16 ناقص ال 9 في 4 ب36 يبقى في النسبه للهيليوم يبقى نيو بار بتساوي ار انفينيتي زد تربيع اللي هي 4 في 1 على 16 ناقص 1 على 36 هكتبها
ار انفينيتي في 4، 1 على 16 اللي هي 4 تربيع، و36 اللي هي 6 تربيع، يبقى ار انفينيتي في 4، 1 على 4 تربيع ناقص 1 على 6 تربيع، وده اللي شفته في الرسم من غير ما احسب اللي حسبته في الرسم، يبقى الان فاينل ب 4 والان الابتدائيه نازل من 6، نازل من 6 ل 4. خلاص يبقى في الرسم لو انا القيم دي هتطلع لي نفس القيمه، هتطلع لي النيو بار هنا هي نفس القيمه، ما عملتش حاجه، انت ضربت في 4 وقسمت على 4 هتديني نفس النيو بار هنا، هتديني النيو بار هنا بالنسبه للهيليوم وللهيدروجين. فعلشان احسب ده بقى لي هات الفرق في الاتول، ما فيش هيديني فرق الا اذا دخلنا حركه النواه واخذنا كتله النواه في الاعتبار. وازاي احسب بقى؟ احسب الار للهيدروجين بعد ما احسب الكتله لما دخلت كتله النواه في الاعتبار، ومنها بحسب النيو بار واللاندا اتش بتاعته. اكرر نفس الكلام للهيليوم ايون. الار بالنسبه للهيدروجين هتساوي ار انفينيتي 1 زائد ام اي على ام اتش. احنا اخذنا الصوره بتاعت ار دي وحطها في كذا صوره تساعدكم في حل المسائل. ار انفينيتي عارفاها اللي هي ار لما انفينيتي يعني ما خدناش كتله النواه في الاعتبار، والقيمه بتاعتها على 1 زائد ام اي على ام اتش 1 على 1836، لان ام كتله نواه الهيدروجين بروتون واحد. البروتون كتلته 1836 من كتلة ام اي، هتساوي كذا. منها اجيب على طول النيو بار للهيدروجين، هتساوي الار اللي انا طلعتها الار الهيدروجين في 1 على 4 ناقص 1 على 9 اللي هي 1 على 2 تربيع ناقص 1 على 3 تربيع اللي هو الخط اتش الف، هتساوي كذا. وخلي بالي من الوحدات، اللمده 1 على النيو بار، اقسم 1 على ده تطلع اللمده للهيدروجين. اكرر نفس الكلام للهيليوم ايون، ار انفينيتي 1 زائد ام اي على ام هيليوم، 1 زائد ام اي على ام هيليوم 4 في 1836 من ام اي، ام اي مع الام اي واختصر وعوض واجيب الار، وبعدين اجيب الار النيو بار ومنها اجيب اللاندا للهيليوم ايون. حط دي 6 5 6 2 انجستروم، وفي الهيدروجين 6 5 6 4 بوينت 7 انجستروم. الدلتا لاندا احسمها الفرق بين الاثنين، طبعا لاندا هيدروجين اكبر، فلاندا هيدروجين ناقص لاندا هيليوم، وقتها هطلع 2.7 انجستروم. يبقى ده الفرق اجيبه فقط اذا اعتبرنا كتله النواه، لو ما اعتبرتش الاثنين بيجيبوا الاثنين زي بعض. مطلوب منكم تقولوا لي نفس الكلام للليثيوم، ايوه الليثيوم زد تساوي 3. فعلشان اعرف طبعا هرسم الاول ومن الرسم هحكم، ونظريا الزد 3 انا عندي في معادله النيو بار الار في زد تربيع، يبقى زد 3 يعني عايزه 9، يعني اضرب في 9 واقسم على 9، اضرب في 9 انا عايزاها في البسط فوق بقيمة زد تربيع، التسعة اللي في المقام أدخلها تحت مع الواحد على اثنين تربيع عشان أعرف الكورسبوندنج يعني المناظر للانتقال من ثلاثة لاثنين. يبقى أدخلها على واحد من في المعادلة، يبقى اثنين في تسعة وثلاثة تربيع برضه في تسعة، وأشوف الخط وأعمل نفس الكلام سوري وأطلع الفرق بين في ده وده، تعملوها لي لو سمحتوا كتدريب ليكم. ده بالنسبه للهيدروجين لايك اتوم. المحاضره اللي هي بعدها مكتوبه في الباوربوينتس في الكورس بتاعنا، المحاضره السادسه جنرال كوانتيزيشن رول. وسومر فيلد موديل. جنرال كوانتيزيشن رول بلانك لما جه حل مشكله اشعاع الجسم الاسود بلاك بودي راديشن، لازم اكون عارفه يعني ايه بلاك بودي راديشن، فعمل كونزرفيشن للانرجي. جوهر وهو بيحل الموديل بتاعه عمل كونزرفيشن للمومنتم، فده يعمل كونزرفيشن
quantization, quantized في المومنتم، ده عمل quantization للإنرجي. يعني اتفقوا كده ان احنا نعمل حاجة اسمها general quantization rules له نص. فبيقول ايه general quantization rules؟ اي physical system اللي فيه الكوردينيتس بتاعتي سواء اكس وواي وزد ولا ار وثيتا وفاي، بس الكوردينيت دول are periodic function of time. There exists a quantum condition، في quantum condition for each coordinate، كل coordinate للcondition بتاع الquantization condition بتاعه. بيحطها بالصورة تكامل، الدائرة دي عبارة عن يعني periodic time of time تكامل على الدائرة. P Q دي Q، طبعا ال Q هنا هي coordinate one of أي coordinate بتاعه، والبير مومنتم طبعا هنا سوبر فيلد هيمشي مع زي بور هيعمل كوانتايزيشن للمومنتم. و الام كوانتم نمبر اللي هي انتجرال فاليوز 1 2 3 لغايه سوبر فيلد. عمل ده لانه هو عنده هنا سوبر فيلد، انا عندي كام فطور variable واحد بيتغير، كوهر circular orbit يعني الالكترون بيدور حوالين النواة في دايرة، دايرة يعني نصف القطر ثابت اللي بيتغير مع الدوران سيتا الزاوية بس. سومر فيلد كل حاجة علشان في بعض لما الأجهزة اتطورت وكان شاف عدد أكتر، شاف يعني بالسبكترومترز عدد أكتر في الأطوال الموجية غير البوهر الموديل بتاع بوهر يديها. فسومر فيلد هنا دخل فكرة إن هو عايز أكتر من متغير يعني، فدخل فكرة إن هو الإلكترون ما بيلفش في دايرة، يلف في إليبس إليبتيكال أوربت مدار بيضاوي، مدار بيضاوي هيبقى عنده متغيرين يعني الالكترون بيلف مش سيتا بس اللي بتتغير، ده كمان ار، ار في السيركولر ثابته، ار في المدار في الالكتريكال اوربت بتتغير، فدخل متغيرين ار وسيتا. فبالنسبه للار يبقى تكامل جنرال كوانتايزيشن رولز تي ار دي ار تساوي ان ار في اتش، ان ار هنا حطها 0 وواحد واثنين. الثاني البي سيتا بالنسبة لسيتا، بي سيتا دي سيتا ان سيتا اتش برضو بتساوي ان سيتا بتساوي واحد واثنين ثلاثة لغاية انفينيتي. ان ار الراديال كوانتم نمبر، سمي الراديال كوانتم نمبر ان سيتا، هتشوفوه بعض الكتب تي بدل ان سيتا، دي خلينا ان سيتا اذا اذموث الكوانتم وما خدش الكيس بتاعت ان سيتا تساوي صفر، ما خدهاش، لازم ان سيتا تساوي واحد، لان قال لك ده كورسبوند تناظر اللي هي حركه الالكترون في خط مستقيم في النيوكلس حوالين الاستروزا نيوكلس في نيوكلس فلغاها. وهنشوف بعد كده لما شرودنجر في كوانتم ميكانكس دخلها قال ان سيتا تساوي في حل المعادلات بتاعت شرودنجر ايكويشن بدات بصفر. ان سيتا دي يعني هنا سومر فيلد اكسكلودد ان سيتا صفر، لكن في بدايه الكوانتم بسميها على فكره بوهر وسومر فيلد بسموه كلاسيكال كوانتم يعني الكوانتم القديمه، لكن بدايه شرودنجر وهايزنبرج وديراك مودرن كوانتم، فبدات بحلها بحل تبدا المودرن كوانتم بحل شرودنجر ايكويشن للهيدروجين اتوم، حلها وان سيتا بدات بزيرو هنا اكسكلودد الزيرو. كل اللي عمله سومر فيلد حط اللي ان بتساوي ان، قال ان ان هجمع ان سيتا زائد ان ار في كوانتم نمبر واحد سماه ان، بحيث ان ان دي تساوي واحد اثنين وثلاثه وهكذا. نفس ايه؟ هتطلع نفس المعادله بتاعت بوهر، اي ان ناقص ميو كي تربيع زد تربيع اس 4 على 2 ان تربيع اتش بار تربيع، ان هنا برضه كان في بوهر واحد اثنين ثلاثه وهكذا. فما وصلش لجديد قوي،
قال لي بعد ما حط الكوريكشن بتاع الريتيفيستك موشن هنجيلها، بس لما اشوف لكم العلاقه بين ان ار وثيتا نشوف الريتيفيستك كوريكشن بعد كده. طبعا ان نفس الكلام توتال كوانتم نمبر او برنسبال كوانتم نمبر اتفقنا. في سمر فيلد ان تساوي واحد هتبقى ان ثيتا تساوي واحد وان ار الصفر بصفر، وده يناظر بالظبط السيركولار اوربت. ان ار صفر بتغيرش، ار ثابته، ان ثيتا بتساوي ان، يبقى ان هنا عباره عن ان اوف ثيتا. الان تساوي 2 في عندك قيمتين، ان ثيتا تساوي 2 زي الان، وان ار تساوي صفر اللي هو السيركولار. ما دام ان ار تساوي صفر يبقى السيركولار، اور ان ثيتا واحد وان ار واحد. وبيديني المدار الثاني حواليها اللي هو الاليبس، الاثنين مختلفين واحد وواحد، ده الاليبس. لو ان 3 ان ثيتا هتساوي 1 2 3، ان ثيتا طبعا بتاخد القيم بتاعه الان زي الان، ده بتبدا بواحد لغايه ان ثيتا تساوي ان، يبقى ان ثيتا تساوي 3، تبقى ان بتساوي 3 يبقى ان ثيتا تساوي 1 2 3. تناظرها ان ار، لو ان ثيتا بواحد يبقى ان ار بالصفر، ان ثيتا باتنين تبقى ان ار بواحد، مجموعهم يساوي 3. لو ان ثيتا بتلاتة يبقى ان ار باتنين. وحط شرط بس للابتكال اوربت اللي ان على ان ثيتا بتساوي ايه على بي، ايه اللي هو نصف قطر المدار الاكسس الميجر اللي هو الاكس الكبير، هو اي الابس ليه الاكس اللي هو في اتجاه اكس، وبعدين العمود في اتجاه واحد. الاي نصف قطر المدار الكبير اللي هو بالعرض، والبي نصف قطر المدار الصغير اللي هو العمود. قال لي لازم شرط المدار ده يتحقق، حط له كده كونديشن ان ان على ان ثيتا بتساوي ايه على بي. فور سيركولار اوربت طبعا البي بتساوي ايه؟ الاثنين الادام الاثنين مع بعض. فور سيركولار اوربت بي بتساوي ايه؟ اذا ان بتساوي سي، واكبر قيمه لان ثيتا هي اللي بتساوي ان، زي ما قلت لكم ان ثيتا بتاخد من واحد لغايه ان. زمان من فاليو اوف ان ثيتا بتساوي واحد، تاني هو اكسكلودد ان ثيتا بتساوي زيرو. وهنا ادى الاي ان هتساوي ناقص ميو، طلعت هي لان ان تربيع هنا بتساوي ان في ظهر زي ما عادل الظهر بتساوي ان ثيتا زائد ان ار، فطلعت ما فيش اختلاف قوي، ما حصلش اختلاف الا لما ادى الكوركشن الالبس الريتيفيست كوركشن، ودخلها وعمل حساباته وحط هنا المعادله ناقص ميو كي تربيع زد تربيع اي تربيع، مش يعني مش مطلوب مني استنتاجها، على 2 ان تربيع اتش بار تربيع في 1 زائد زد تربيع الفا هنا اللي هي الارتفست كونستانت اللي هي بيساوي 1 على 137، وهو تعريفه الفيلوسيتي اوف ذا الكترون ان ذا فيرست اوربت على فيلوسيتي اوف لايت. تعريف الريلاتيفيستيك كوركشن الفيلوسيتي اوف الكترون از فيرست اوربت على الفيلوسيتي اوف لايت على السي. انا كنت قلت لكم احسبوا الفيلوسيتي اوف الكترون از فيرست اوربت، ولو قسمتوها على الفيلوسيتي اوف لايت هيطلع 1 على 137، وحطها وطلع يعني جاب شويه تفسيرات للاطوال الموجيه الزياده اللي طالعه الى حد ما، لكن زي ما هنشوف ده نجحوا في حاجات وجم من حاجات لما زد كده زياده شويه ما قدروش يفسروا الكلام ده. نشوف بعد زي ما قلت لكم دي المحاضره 5 و6، وان شاء الله المحاضره 7 اديها لكم ان شاء الله اونلاين لو نقدر باذن الله ارتب المحل واديها لكم ان شاء الله قبل الجو ما ينام. في بعد كده احنا اتفقنا خلاص على الامتحان ما فيش مشكله، في بعد كده قبل ما ننقل للمحاضره اللي بعد دي
أول حقيقة بعدها بعدها بكتير حتلاقوا شوية أمثلة ومسائل. بس أنا ممكن نشوف إذا كانت حاجة تنفع تقرأوا المسائل ترجعوا لها زي ما قلت لكم من صفحة 70 71 72 أو لغاية 75، وفي حاجات محلولة وحاجات أنا بديها لكم تفكروا فيها. ومن أول الحياة 68 حلتها لكم قلنا خلاص اللي هي خاصة بالهيدروجين لايك. 68 69 أو من أول حتى 66 66 و67 و68 خاصة بالمثال بتاعة المقارنة بتاع الهيدروجين سبيكترم والسبيكترا بتاع الهيليوم أيون والليثيوم أيون. بعد كده أمثلة صفحة 70 71 72 73 74 75 و75. ممكن تقروها لو سمحت من صفحة 70 لـ75. أمثلة يعني أنا بسأل أسئلة وفي حاجات حلتها وحاجات ما حلتهاش، فبس تحاولوا فيهم. وقبل المحاضرة اللي هي اللي هتبقى حضوري اللي هشوفها معاكم، ممكن أشوف مين اللي عنده أسئلة في المسائل أو الأسئلة دي. طبعا عندي غير اللي انتوا بتذاكروا فيه دلوقتي اسئله الكتاب ومسائل الكتاب. معايا اسئله هتبقى قريبه منها جدا اللي في الكتاب. وعادي وحاجات كنت بقولها في المحاضره. يعني حاجات كتيره كنت بسالها في المحاضره وانتوا حلتوها، يعني بتتناقشوا معايا فيها وكنت في بيجاوب منها. فهنقراها واقرا الامثله بتاعتي والاسئله اللي انا قايلها لكم على صفحه كام في الكتاب. ونتقابل إن شاء الله الامتحان بإذن الله السبت الساعة 8 في ميعاد المحاضرة. وانتوا عارفين إن عندكم بعد كده معمل من 9:30، فمن 9:30 بنخلص. فلو سمحتوا 8:30 اللي هيجي بعد 8:30 مش هيحضر الامتحان. إن شاء الله ربنا يقدرني وأجب وأتوصل بدري بإذن الله. فالامتحان إن شاء الله من 8 لـ9:30. وياريت انتوا مع بعضيكوا كده من 3 أقسام تقولوا لي مثلا الأسبوع اللي بعديه عندكم يوم ممكن تتجمعوا فيه. أي يوم الأسبوع اللي بعديه، أي يوم تتجمعوا فيه أخلص محاضرتين. أنا يعني الآن عشان الجو والظروف ألحق أمشي معاكم في المنهج. أي يوم تعرفوا تتجمعوا فيه انتوا الـ3 شهور ان شاء الله اكون معاكم. ما فيش خلاص، هيبقى السبت اللي بعد الجاي ده، يعني السبت اللي جاي امتحان وبعدين اللي بعد. وبعدين لما تخلصوا عمل قولوا لي ممكن ناخد الوقت بتاع العمل. بالتوفيق وذاكروا امتحان سهل فيهوش حاجه. الاسئله اللي في الكتاب والمسائل تتحل، واي حد عنده سؤال بيبعت لي على الجروب نشوفها مع بعض. بالتوفيق، شكرا جزيلا.